الدولار الأمريكي مستقر أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات ما عدا إدلب والحسكة، ومصرف سوريا المركزي يرفع سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة للمرة الثانية في أسبوعين، وتقارير تنتقد استمرار ارتفاع أسعار السلع الجنوني رغم استقرار أسعار الصرف، وأسعار الذهب مستقرة في الداخل السوري لليوم الثاني على التوالي على خلفية استمرار استقرار سعر الأونصة عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ففيها الخير والبركة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بكم. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرار ملحوظ أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 ما عدا إدلب والحسكة. وفي مفاجأة جديدة، قرر مصرف سوريا المركزي رفع سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة للمرة الثانية خلال أسبوعين من 12500 ليرة إلى 12600 ليرة، وذلك رغم استقرار أسعار الصرف سواء في السوق الرسمية المتمثلة في البنوك أو حتى في السوق السوداء. ليفتح هذا القرار تساؤلات مجددا، ما خطة المصرف المركزي من وراء هذه القرارات؟ وهل تسهم هذه القرارات في استقرار أسعار الصرف ومن ثم تعافي الليرة والاقتصاد السوري؟ وهل نرى في القريب العاجل أو حتى مع بداية عام 2024 انفراج وحلول لأزمة أسعار السلع التي أصبحت جنونية وترتفع كل يوم؟ الأمر الذي يزيد الضغط على المواطن الذي يكافح لتوفير نفقات أسرته بصعوبة، ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ يا صاحبي إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل ليرة سورية في البنوك رسميا 12500 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في المصرف المركزي رسميا 12600 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. واستقر سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 13900 ليرة للبيع و 13700 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار هتساوي 1,370,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، انتقد التقارير أزمة استمرار ارتفاع أسعار السلع في الأسواق رغم استقرار أسعار الصرف. وفي التفاصيل، نقلت تقارير اقتصادية انتقالات خبراء ومختصين لعملية استمرار عدم انخفاض الأسعار في الأسواق رغم ثبات سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية خلال الفترة الماضية. وطرح الخبراء مجموعة من التساؤلات حول دور المصرف المركزي والنشرة السعرية التي يصدرها، حيث اعتبر الخبراء والمختصين أن نشرة المصرف المركزي وأهمية ولا يتم احتساب أسعار السلع على أساسها، وبالتالي فلا أهمية إن استقر أو انخفض أو ارتفع سعر الصرف. كذلك اعتبر الخبراء والمختصين أن نشرات الأسعار الرسمية الصادرة من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات أو غيرها من الجهات الرسمية الأخرى المخولة بالتسعير لبعض السلع والمواد ما هي إلا نشرات غايتها شرعنة الارتفاعات المستمرة على الأسعار في الأسواق والتي تنقصها الذرائع لتبريرها. وفي سياق متصل، قالت تقارير اقتصادية إنه بات من الواضح بالنسبة للمواطن أن الأسعار في السوق تحدد وفق أهواء ومصالح كبار أصحاب الأرباح المتحكمين فيه بدرجة السيطرة الكلية عليه دون رقيب ولا حسيب. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري، فقد سجلت استقرار ملحوظ على خلفية استقرار سعر الأونصة عالميا خلال تعاملات اليوم الاثنين. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، سجل الدولار في دمشق 13900 ليرة للبيع و 13700 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14000 ليرة للبيع و 13800 ليرة للشراء،
وسجل الدولار في إدلب 14100 ليرة للبيع و14000 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 14150 ليرة للبيع و14050 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14050 ليرة للبيع و14000 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14150 ليرة للبيع و14100 ليرة للشراء. أما بالنسبة لأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 14922 ليرة للبيع و14703 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10174 ليرة للبيع و10020 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 17201 ليرة للبيع و16944 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 489 ليرة للبيع و480 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3708 ليرة للبيع و3652 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 45044 ليرة للبيع و44370 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3785 ليرة للبيع و3727 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3817 ليرة للبيع و3760 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 19621 ليرة للبيع و19330 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 450 ليرة للبيع و441 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الاثنين، سجل جرام الذهب عيار 24 889000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 781000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 670000 ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1992 دولار فاصل 72 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6,368,000 ليرة سورية اللي بتساوي 448 دولار فاصل 46 سنت، وسجلت أونصة الفضة 329,539 ليرة سورية اللي بتساوي 23 دولار فاصل 20 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10,596 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الاثنين، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان يسجل مستويات 89,500 ليرة للبيع و89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، ادعمني وتابعني أنا حسين علي، أقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.